يا نهار اسود ده حقيقي. اسكتي خالص تفتحيش علينا نار جهنم. تعالي يا سماح في اللي هقوله لك. اعلى يا دكتور ومركزه، بس احنا هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عماد هات لي جهاز الصدمات وتعالى لي بسرعه. لازم نخش العمليات بسرعه. طيب يلا مدام فاطمه استني وحضرتك اللي جيتي هنا مع الشيخ رضوان؟ ايوه انا. يا ساتر اخيرا لقيتك، ده انا بقالي نص ساعه بدور على حضرتك في المستشفى كلها. ليه خير؟ اصل الدكتور شادي عايز حضرتك ضروري. ايه حضرتك بتقول ايه يا دكتور؟ الشيخ رضوان حي؟ ربنا كتب له عمر جديد، واكتشفنا الحقيقه دي في اخر لحظه. دخلنا بيه العمليات وصدمات الكهرباء انعشت قلبه ورجعته للدنيا تاني بمعجزه. مش ممكن يا دكتور، مش ممكن. انا ما قدرتش اعلن الخبر ده لاي حد. مش معنى انا يعني اللي جبتوني من على الباب وقلتولي خلاص تقبيكوا الدنيا كلها وما لقيتوش حد غيري تبلغوه؟ دكتور عماد حكى لي اللي حصل في الطوارئ ساعه ما كشف عليه وقرر الوفاه، وقال لي ان انت الوحيده اللي كنت حاسه. حاسه بايه بس وزفت ايه؟ يخرب بيت الاحساس اللي هيوديني في 60 داهيه ده. مدام فاطمه انا مش فاهم حاجه. حسب ما سمعت المفروض حضرتك اقرب واحده للشيخ واكتر واحده هتكوني فرحانه بالدنيا. قوي فرحانه قوي والله العظيم، وحاسه ان الدنيا كلها رجعت في حضني تاني. لا اقصد يعني ان الدنيا كلها بقت حاجه كده، مش مهم الدنيا دلوقتي. بس هي المشكلة إن أنا، لأ المشكلة فيه هو، لأ المشكلة فينا إحنا يا مدام. فيكم أنتوا إزاي؟ التقرير يا مدام فاطمة، تقرير الوفاة اللي مضى عليه الدكتور عماد واعتمده من مديرة المستشفى. الإمضتين دول هيضيعوا الدكتور عماد ويدمروا مستقبله. خبر الوفاة علن للدنيا كلها، واتثبت في المحاضر وكلها 3-4 ساعات والنهار يطلع، وتصريح النيابة يجي بالدفع. طب وانا في ايدي ايه يا مير؟ تسامحي من فضلك، تتنازلي عن الضرر اللي حصل قدام النيابة وتساعدينا في انك تقنعي الشيخة صباح بكده لحد ما يفوق الشيخ رضوان من البنج ونستسمحه هو كمان. صدقيني عماد ملوش ذنب في اللي حصل خالص، الضغط كان كبير جدا علينا كلنا، ولا فعلا القلب كان متوقف لما كشف عليه قدامك. علشان كده انا ما اقدرش اقول لاي حد الخبر ده. لا ما تقولش، ابوس ايدك، ما تقولش لاي مخلوق انه لسه عايش. ما اقولش ازاي؟ ما هم كده كده هيعرفوا. وهم لو عرفوا هيموت تاني. يموت تاني ازاي يا مدام؟ انا مش فاهم حاجه. مدام فاطمه بعد اذن حضرتك ممكن تشرحي لي بالراحه كده علشان اقدر استوعب؟ لا ما انا بتكلم اهو، ما هو اصل الحكايه بقى يا دكتور. ايوه حضرتك عارف ان الاخوان الله يسامحهم بقى هم اللي ضربوا الشيخ وعملوا النفحة دي كلها. الله يسامحهم ده، الله يكحمهم في نار جهنم. أنا فعلا سمعت إن هما اللي عملوا كده علشان مكفرين الشيخ والناس اللي معاه. أيوه هو كده بالظبط. حضرتك لو قلت للناس إنه لسه عايش الإخوان هيدخلوا لحد هنا ويخلصوا عليه تاني. هو فعلا خطر حقيقي وممكن يحصل. لا ده أكيد أكيد يا دكتور صدقني. أيوه بس هنعمل إيه برضه؟ بقول لحضرتك تصريح النيابة بالدفن جاي دلوقتي، والناس بره مستنيين خروج الجثه. معرفش بقى، معرفش هو ده بقى اخري. ما تعرفش ايه بس يا شادي؟ انت بتهزر؟ ما هي واضحه وصريحه زي الشمس هي يا اخي. معجزه وربنا بعتها لي من السماء عشان بس تحميني من الفضيحه والبهدله دي. هي فين المعجزه دي يا بني ادم؟ الست نفسها مش عايزه تقول للناس ان هو عايش عشان خايفه عليه من الاخوان. خلاص يعني لما احنا نعمل كده هنبقى ايه؟ هنبقى بنحميه وبنجامل الست، مش بنطلب منها ان هي تساعدنا في الورطه دي يعني. واحنا هنحميه ونجاملها ازاي يا بني ادم؟ أموتك أنت وأخلص منك وأخرجك مكانه؟ الله ينور عليك، هو بقى كده بالظبط. وإيه اللي كده بالظبط؟ أفهمك. يعني هم ولا هيغسلوه ولا هيشوفوا وشه تاني، صح؟ صح. خلاص، إحنا نطلع أي جثة من التلاجة، تكون على قده كده ومقاسه وندفنها ونسلمها للناس اللي بره دي. أنت أهبل يا عماد؟ بالدرجة دي سهل بالنسبة لك إنك تبدل وتخدع وتصور؟ يا شادي، يا شادي أبوس إيدك. ده مش وقت شرف ومبادئ. الفضيحة دي لو لبست فيا هتدمرني وهتسد في وشي كل مستشفيات الدنيا، ومش بعيد كمان يا اخي تشطبني من النقابة، يعني ده يرضيك؟ يا اخي عارف
بس مش لدرجه ان احنا نلعب بالجثث بالطريقه الحقيره دي. نلعب ايه بس يا سيدي؟ احنا كده بنحمي الراجل من الموت زي ما الست قالت لك، ومن غير اي خساير. ايه يعني اللي هيحصل؟ جثه مجهوله من الثلاجه مالهاش صاحب، هتتكفن وتدفن مكان الراجل وخلص الموضوع. جثه مجهوله؟ مش معقول، انا ازاي نسيته؟ بكر لا اهل ولا اسم ولا بيانات، ولا في مخلوق في الدنيا سأل عنه لحد دلوقتي. وطبعا عواطف هانم اول ما عرفت طلبت من سمحت شحنه على التلاجة. الله اكبر، مش بقول لك معجزه وربنا بعتها لنا من السماء ومسلكها لنا على الاخر اهو عشان بس تعرف ان اخوك ده نيته صافيه وقلبه والله زي الفل. لا دي انا عارفها كويس، بس ما تنساش بقى يا بنيه صافيه ان مش هتقدر نعمل مصيبه زي دي من غير علم عواطف هانم. طب هو مين بس اللي اقول له عواطف؟ يا ابني انت ناسي ان في جثه بتتنفس على سرير الافاقه، والغرفه دي بالذات هي مجهزاها للزبون اللي بيدفع، يعني لو مرت في اي وقت. اديك قلتها بنفسك يا حلو، الزبون اللي ايه؟ اللي بيدفع. يا شادي عواطف دي ديتها الفلوس، ولما بتاكل كويس بتسد بقها عن اي مصيبه، وخصوصا بقى ان هي ماضيه ومتورطه معايا في تقرير الوفاه. انت لاقي تاكل علشان ترشي عواطف؟ وانا مالي؟ انا ادفع ليه ومنين يا فالح؟ ما الزبون اللي عايز الخدمه هو اللي يدفع، انا مالي؟ فلوس؟ سوري يا مدام فاطمة، أنا عارف إنه طلب سخيف ورخيص وما ينفعش يتطال أصلا، بس للأسف مضطرين لكده. وأقسم بالله يا مدام فاطمة ما حد فينا ليه في السكة الواطية دي. الفلوس دي هناخدها عشان نديها لدكتور عواطف عشان بس نأمن من شرها. دكتور عواطف؟ مش معقول، دكتور عواطف دي رقيقة وطيبة جدا، أنا شفتها واتكلمت معاها. هي فعلا طيبة ورقيقة جدا، بس في الظروف اللي زي دي بتبقى عليا شوية. طب هي ممكن تحتاج كام في موضوع زي ده؟ يعني هو حسب تسعيرتها في طلب رخم شويه زي ده ممكن تطلب 15000 جنيه. كام؟ احنا ممكن نضغط عليهم ونخليهم 10، يعني باعتبارك زبونه اول مره واكيد هتكون عايزه تجر رجلك. مش ممكن. هو حضرتك ممكن تتصرفي في قد ايه كده؟ انا معايا تقريبا 117 جنيه. 100 وكام؟ 100 ومين يا فندم؟ كان معايا 300 جنيه والله، بس صرفتهم على علاج الناس. الممرضة طلبوا مني قطن وشاش وده وحاجات كده كتير، والناس غلابة وعلى باب الله ومعرفش تمن رغيف العيش. يا نهار اسود. طيب وبعدين؟ الوقت عمال يجري والنهار قرب يطلع، وإذن النيابة كمان هيجي، والفلوس هي الحاجة الوحيدة اللي هتساعدنا في المشكلة دي، هنعمل إيه؟ أنا لو عايز أحمي نفسي كنت حميت نفسي بفلوسي مش بالقعدة عندك. أنا شايلة فلوس تسد عين الشمس. الحمد لله على السلامة يا مولانا. انت مين يا عم؟ انا الدكتور شهادة يا شيخ رضوان. جيت هنا امتى؟ انا مين؟ ايه دي الاوضه دي؟ انا عارفها. معلش معلش يا شيخنا، اهدى اهدى، حقك علينا ما تزعلش. لسه ما فاقش من البنك، قدامه 3-4 ساعات على بال ما يفوق ويسترد وعيه. يلا. أربع ساعات؟ الجنازة هتتحرك كمان شوية ولازم أطلع معايا. الناس كلهم عارفيني، وعدم وجودي في مشهد الشيخ ده هيبقى مش هينفع خالص. تروحي يا ست، إيه المشكلة؟ أروح وأسيبه إزاي دكتور؟ افرض وقع بأي كلمة وهو بيخرف كده. وقع بأي كلمة إزاي يعني؟ لا أنا أقصد يعني ممكن هو لما يفوق يبقى مش راضي على اللي حصل ده، لازم حد مننا يبقى جنبه. طب ما الحد ده موجود. هي مش الأنسة هويدة قالت انها مش هتروح الجنازة؟ هي هويدة مش هتروح الجنازة، بس هي مش عايزة تقعد مع الشيخ ولا تشوفه. تقعد معايا؟ مع حضرتك كنت شايفها يا دكتور. يا ستي تقعد معايا انا. معاك؟ مش قصدي يعني، انا قصدي يعني هي ممكن تفضل هنا وما تقعدش مع الشيخ ولا تشوفه، تفضل معانا علشان لو فاق وعمل مشكلة تساعدنا في الحل وخلاص. مش هترضى برضه صدقني. أرجوك يا مدام فاطمة، لو صحيح عايزة تردي لي الجميل اللي عملته ردهولي بالطلب ده. فيه يا دكتور؟ هو ايه الموضوع؟
لا يا فاطمه لا، مش هفضل موجوده لحد ما يفوق واشوفني قدامك. ومين قال انه هشوفك يا بنتي؟ انت بس هتتابعي كده لحد ما يفوق، وانا هخلص الدفن والعزم والمولد اللي هيحصل عن صباح وهرجع لك تاني. وليه بقى؟ ما يفوق وقت ما يفوق، وكل حي يروح لحاله. يروح لحاله ازاي يا هوايده؟ ادم لو خطر في اي كلمه وهو مدروخ كده هتبقى مصيبه. دي اللحظه اللي فاق فيها قال لهم مين الشيخ رضوان، والحمد لله انه راح منهم تاني قبل ما يكمل بقيه الفضايح. ولو فاق ولقاني جنبه هيمسك فيا ومش هيسيبني لحد ما يمسك في مين يا بنتي؟ هو قادر يتحرك؟ يتحرك؟ انت اصلك ما تعرفيش ادم يا فاطمه. ايوه انا صحيح ما اعرفوش، بس انا بتكلم على الجرح. ده بيقولوا انه ما يقدرش يتحرك خالص، الجرح صعب قوي. ما يقدرش ايه يا فاطمه؟ اذا كان الانفجار ما موتوش يبقى الجرح هيعجزه. ادم لو صحي ولقى نفسه في مستشفى حكومي هيبقى زي القرد وهيختفي في خلال ثواني. انا مستغربه الكلام ده قوي على فكره، مش عارفه ليه مش قادره اشوفه بالصوره المرعبه اللي في عينيك انت وصباح دي. انا اللي مستغربك يا ابو فضل. عمل لك ايه كويس ادم عشان تعملي عشانه كل ده؟ ده انا لو كنت لسه بحبه وعايزاه ما كنتش عملت عشانه كده. هو انت كنت بتحبيه؟ كان بيتهيألي. دلوقتي عرفت ان مشاعري دي كلها كانت هبل في هبل، مجرد طمع وشقاوه ودلع بنات. الحاجه الوحيده اللي انا متاكده منها دلوقتي هو الاحساس اللي جوايا، ولو قعدت 100 سنه عشان اشرحه لادم مش هيفهم. يا ستي انت لا هتشرحي ولا تتكلمي ولا اي حاجه، الدكتور شادي اكد لي انه مش هيفوق قبل 4 ساعات. هو فريدي الدكتور ده بقى رفض ان ادخل اوضه الافاقه دي. رفض ايه؟ ده هو اللي اقترح عليا وطلب مني اقنعك كمان. هو اللي اقترح عليكي؟ اشمعنى انا يعني؟ مش عارف، يمكن عشان مش هتروحي. لا عارفه، بقول لك ايه بقى، انا كدبت كتير النهارده وموليش وش استغفر ربنا تاني بصراحه. كده دكتور شادي شكله معجب بيكي جدا. معجب بيا انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، الحمد لله على السلامه. بصي يا مولانا من غير ما تسال انا هفكر حضرتك بكل حاجه. فكر الحمد لله الف بركه. معاك سيجاره؟ نعم. مدخنة ولا ايه؟ انا شارب سجاير. انا والله العظيم ابدا، ده انا بنت ناس ومحترم. افتكر دي الدكتورة عواصف، قصدي الدكتورة عواطف، مديرة المستشفى، اصلها جت من شوية عشان تطمن على حضرتك. ويا عاطف دي شارب سجاير كده في قدام المرضى؟ حضرتك هي ممكن تولع في المريض ذات نفسه عادي اصلا ولا يفرق معاها. انت معاك سيجاره؟ والله يا مولانا ما كنت عايزاها عليك. طب انا مت لوحدي ولا كان في ناس معايا؟ مش كده؟ اه الناس اللي مع حضرتك؟ اه فهمت. بنت حلال يا مدام فاطمه، ده مولانا كان لسه بيسالني عن حضرتك، هي جات لك اهي بقى اغلى الحبايب. طيب استأذن انا بقى اروح اكمل شغل يعني. انت سمعتي قالت ايه؟ قالت ايه؟ قالت اغلى الحبيب. ايوه سمعت. اروح البنت تفهم حاجات كده ده بس عشان يعني الحمد لله على سلامتك. انت المفروض تصلي ربنا صلاه شكر بالعمر كله، لانه كتب لك معجزه. انت عارفه صوتك مفرقش ودني لحد دلوقتي. ولا صوتك. انا لازم امشي على فكره. سلامتك. سلامتك الف سلامه. متحركش والنبي عشان خاطري، جرحك لسه جديد جرحك. ايه مالك؟ انا شيخ رضوان؟ لا تكذبش عليا يا ادم. ايوه
استنى يا فندم. معجزة يا شيخ رضوان، اللي جرى لفضيلتك ده معجزة ما شفت زيها في حياتي. خطيت عتبة الموت برجل واحدة وربنا شدك للدنيا تاني. الحمد لله. الحمد لله. أمال حكى معنا في الحضرة ظباط بوليس والعساكر الحافظين؟ لا مفيش حد من ظباط الداخلية جالنا هنا. أعتقد إن المصابين اللي عندهم أكيد راحوا مستشفيات خمس نجوم يعني. ربنا يشفي الجميع. وايدة فين؟ ممرضة قالت لي إنها موجودة مولانا، موجودة دقايق وهجيبها لحضرتك. مش موجودة يعني ايه يا سماح؟ ما تدوري كويس، يمكن تكون راحت التواليت ولا حاجة. تواليت ايه يا دكتور؟ بقول لحضرتك خدت شنطتها وكل حاجتها، الأوضة ما فيهاش أشياء، تقولي تواليت؟ يا نهار أسود، طب ازاي يا سماح؟ دي قالت نص ساعة ما فيش غيرها. معقولة تدفع الفلوس دي كلها علشان الراجل وتسيبه وتمشي؟ طب بقول لك يا دكتور، انت مش معاك تليفونها؟ ما تتصل بيها. اه صح، برافو عليك. انا ازاي نسيت ان رقمها معايا؟ ايه ده؟ دي بعتالي رساله. رساله؟ لا كده خلاص مشيت بقى وكد. ما تدورش عليا يا دكتور، اعتبرني حلم جميل مر عليك في لحظه يأس وصحيت منه. انا كمان شفتك كده، مش هقدر اشوفك اكتر من كده، لأني لو طولت في الحلم وحاولت أصدقه هصحى منه على جرح ملوش علاج. شيخ رضوان، انت مين؟ انت دكتور؟ دكتور ايه؟ شادي. شادي شادي. معلش احس في اشتزان. طبيعي يا مولانا، حضرتك نزفت كتير وغيبوبه طولت، ده غير اعراض البنج. انتوا شغالين مزيكا؟ شغالين مزيكا؟ مزيكا؟ على اساس يعني راحة المرضى وكده. في الحقيقة احنا لسه ما وصلناش للفكر الراقي ده، بس ممكن نقترحه على الإدارة. مين يا صبري؟ سنة ايه؟ هو ايه ده فين؟ هو ايه ده؟ نشهد وشت. مش ازاي توش؟ مش انت قلت لي انها؟ ايوه حصل. البنت راحت تنادلها من الاوضه، لقيتها خدت شنطه هدومها واختفت من المستشفى خالص. انت كداب يا ولد، انت كداب. شكلك كده قابض ومكري عليا عشان تصفيني. مكري؟ ايوه مكري. معرفوش صفوني بضرب النار، فجروك عشان تلسعني حقنة هوا وتصفيني سراير. سرايري؟ اه يا حبيبي سرايري. اهدى يا شيخ. بس انا بقى فوت وبوظتها لكم. عارف ليه؟ عارف ليه؟ انا عشان انا ما بموتش، هذا مش بموت بالسهل. تشتغلني انا كل شويه. هو ايه ده؟ ايه ده؟ مشيت داخليه ايه ده؟ صباح مش اعوذ بالله ما اشتغلش. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شيخ رضوان، انا اللي عملت لحضرتك العمليه، وصدقني انا ما كدبتش عليك. هو ايه ده؟ كانت خايفه منك معرفش ليه.
وواضح انها مشيت لما عرفت انك فقت وعايز تشوفها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ابن الحصل هذا؟ انا قلت كلام مش فاهم. انا البيت يعمل كده يعمل كده يعمل يا مولانا. حضرتك ولي من اولياء الله، واكيد طبعا ما بتشربش مكيفات او مشروبات كحوليه. لا 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 يا زول، لا ده انا حسيت ان الشيطان بيتكلم على لساني. انا جبت الكلام ده منين؟ الله يكسيك يا سليمان، ده كان واد كان بلطجي والحمد لله المنان اقرب واحد بي. كان ينفع البنج يخليني اقول حاجات كده انا سمعتها؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله انك قلت لنا بالسلامة. طيب ايه ما علينا من هويدا؟ كانت الاخت الممرضة قالت لي الست فاطمة المنشدة كانت هنا. فاطمة المنشدة مظبوط. والله فين؟ في جنازة حضرتك. نعم. الشيخ رضوان بعد إذنك ممكن تهدى 5 دقايق وتسمعني من غير انفعال؟ الله يهديه طبعا. اتفضل يا حبيبي. يخرب بيت أمك، أنت متلقى عندي في الإفاقة، أمال كنت في النعش بجد كنت عملت في الناس إيه؟ شفت يا دكتورة اللي بيحصل؟ شايفة يا أختي شايفة. مش مصدقة عينيا. مش ممكن، يعني ايه؟ يعني المفروض دلوقتي في نظر الناس كلها ميت وماشيين في جنازتي؟ ايوه يا مولانا، ما اكدبش على حضرتك، انا لما شفت منظر الجنازة والناس خارجة وراك، قصدي ورا النعش يعني، قلبي انقبض وحسيت ان انا اتورطت في مصيبة كبيرة لو انكشفت. لا مصيبة ايه؟ مصيبة ايه يا ابني؟ ده انت عملت عمل انساني عظيم هيسكنك باذن الله في اعلى درجات الجنة. ايه ده بقى؟ طب وانا بقى يا مولانا؟ والله العظيم ده انا تعبت في المشوار ده قوي. لو انت كمان يا سماح طبعا. يا سلام، ولا عندي اعز منك. الشهادة لله مولانا، اكتر ناس ليها فضل في الموضوع ده هي الانسة هويدا ومدام فاطمة. فاطمة؟ ليه هي فاطمة؟ اخسى عليك يا دكتور شادي كده، تنسى دور الدكتورة عواطف وتنسى اللي عملته؟ فضلتك ما تتصورش حجم المسؤولية اللي تحملتها عشان حرصي على حياتك. واضح ان حضرتك مش مصدقني. لا ازاي يا دكتورة؟ مصدقك طبعا طبعا، مصدقك واجرك محفوظ بالاذن والمشيئه، وكان ممكن انك تزودي الاجر ده عند المولى عز وجل لو كنت اخلصت النيه في العمل الصالح وطلب الثواب. الله اكبر، اللهم صل على النبي. ايه العظمه دي يا مولانا؟ انت اهبطي، انت فاكره نفسك في مولد؟ انا اسفه يا دكتوره، غصب عني والله. بسم الله ما شاء الله عليك يا رجال، زي الفل. نخدمينك يا ستنا. ما انا عارفه يا اخويا، امال انا جايباكوا ليه؟ عشان انا عارفه ان انتوا قدها وقدود. خد خد يا اخويا، بروا نفسكم، رزقكم ورزق عيالكم. من يد من ادام يا ست الكل. احنا كنا عاوزين نولع الدنيا ونطير النحش كده في الهواء، وشوية حركات يعني. حركات ايه؟ لا يا اخويا، كفايه قوي اللفه اللي انتوا لفتوه، ولعت الدنيا كده وخلت الصحافه والتلفزيون كده يتخضوا ويجوا بسرعه على ملا وشهم، وبينت احلى كرامه للراجل. يلا اتكلوا على الله. دي اقل كرامه يظهر بيها مولانا الشيخ رضوان، ده جه من المغرب ماشي لحد هنا. بتقول ماشي؟ ايوه، امال ايه؟ امال لو حضرتك شفتي عطول مشلول وهو بيقف على حيله زي القرد، اول ملامح الشيخ في الحاضره. سبحان الله. انا شفته بعيني وهو ماشي على الميه بيعدي فرع القناطر قبل ما يوصل هنا. ماشي على الميه؟ وكتاب الله لما جيت حصل، وكنت فاكر نفسي بيتهيأ لحد ما جيت هنا وشفت ملامحه بعيني. ده راجل بتاع ربنا وحافظ القران والناس كلها بتتكلم عليه. يا عم الاشكال دي انا مجرباها كويس وتعاملت معاها كتير قبل كده. انت اصلك ما شفتش، اول ما شافني خدني من فوق لتحتي وعارف كل حاجه عني، عارف انا عامله ايه واني واخده فلوس كل حاجه. اما
هي دي بقى الكرامات اللي بيقولوا عليها. بس احنا مش كرامات. الراجل زي ده بيسخر جين بيلقنه اللي قدامه بيفكر ازاي عشان يعرف يسيطر عليه. وانا صممت اروح اقابله ليه عشان اعرف ميه. وعرفت لعلمك بقى ده طلع غول، غول كبير، يعني ما ينفعش حد فينا يدوس له على طرف ولا يزعله، فاهم؟ قصدك ايه يعني يا دكتور؟ قصدي نيوب راحت راح لغايه ما يخف ويتكل على الله. في الدرجه دي خفت منه؟ ما تخلقش البني ادم اللي يهز شعره من دماغي. بس ده مش بني ادم، شيطان. شيطان ومسخر عفاريت الدنيا حواليه وبيشغو كده. تفتكر هويدا دفعت الفلوس دي كلها ليه؟ عادي يعني، واحده من مريدينه. لا طبعا، تاني هتقولي مريدينه؟ كلهم خايفين من اذاه. يا ابني ما تخافش، ما تخافش، لا اله الا الله، وانا هاكلك طالما في قلبك خير وما يخالفش شرع ربنا. والله العظيم يا مولانا، والله العظيم فيش في قلبي غير كل خير. سادم طيب خلاص اتكلم، وربك هو المعين. ونعم بالله. هو الحقيقة مولانا، أنا أول ما شفت الأنسة هويدا اتعلقت بيها جدا، وحسيت إن الدنيا لأول مرة بتبتسم لي بجد. وحاولت والله يا مولانا، حاولت أشرح لها مشاعري علشان تتأكد إني قصدي خير، لكن زي ما حضرتك شفت مشيت فجأة وما ادتنيش فرصة أكمل الكلام. هي كان لازم تمشي يا دكتور. ليه؟ لأنك تصورت إن الأخت هويدا دي زي أي بنت تتحب وتتجوز. يا ابني دي مريدة صوفية زاهدة في كل متاع الدنيا، وهبت نفسها لعبادة الرحمن. وهبت نفسها يعني إيه مولانا؟ يعني عمرها ما هتتجوز؟ لا شادي يا ابني، احنا في الاسلام ما عندناش رهبنة. يعني الاخت هويدا لازم يجي يوم وتطبق شرع ربها وتكمل نص دينها. انما انا بصراحة ما اقدرش اسلم ملاك زي هويدا لاي راجل في السلام. لازم الاول اتأكد من صلاحه وحسن اخلاقه. انا ملك ايدك يا شيخ رضوان، ومستعد اجيب لحضرتك بياناتي كلها من يوم ما اتولدت لحد اللحظة اللي انا قاعد فيها. يا ابني انا ما تهمنيش بياناتك وبطاقتك والتوافه البشريه دي. هنشوف. حاضر، هنشوف وهنقول كلمتنا باذن المولى. انما قول لي يا ست فاطمه، يعني عرفت ان انا عايش وسابتني وراحت الجنازه، يعني تعمل كل ده وتسيبني برضه؟ مش غريبه شويه؟ هي فعلا كان نفسها تستنى، لكن عدم وجودها في الجنازة كان هيعمل شكوك كتير عند ناس كتيرة، خصوصا الشيخة صباح، علشان كده اضطرت تروح وتسيب هويدا هنا. عملت طيب، بارك الله فيها. انما مين بقى صاحب الحظ اللي خرج مكاني وطلعت وراه الجنازة المهيبة دي؟ سبحان الله مولانا، انسان بسيط ومنسي ومحدش حاسس بوجوده. سبحان الله. اسمه بكر.